اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. النهارده ترند الترند حاجه تقدر تقول عليها فخر للرياضه المصريه، لان دايما الترندات في مصر بتكون ليها علاقه بالمشاكل، المشاكل الموجوده في الرياضه، المشاكل الموجوده في كره القدم، المشاكل الموجوده في الدوري المصري، المشاكل الموجوده في البطولات الافريقيه. لكن لما تصحى الصبح على ان السوشيال ميديا كلها ما هوهاش حاجه غير انها تتفرج على لاعيبه النادي الاهلي وبنت مصر ميار شريف وهي بتلعب في رولان جاروس، هنا مش بتتكلم على رياضة أو بتلعب لعبة، لا، أنت بتتكلم عن إنجاز عظيم جدا للاعبة مصرية، لاعبة في النادي الأهلي بتشرف مصر في محفل دولي كبير زي ده. رولان جاروس إحدى البطولات فرنسا المفتوحة، أنت مش بتتكلم على بطولة عادية ومش بتتكلم على دور عادي، مش أدوار تمهيدية، أنت بتتكلم على مراحل في أدوار نهائية، وبتلعب كمان أمام لاعبة مصنفة التشيكية كارولينا بليسكوفا. بتتكلموا ان هي دي كانت المصنفه رقم 4 عالميا والثانيه في البطوله، فبالتالي بتتكلم عن انجاز كبير جدا. ميار شريف شرفت مصر، شرفت الاهلي، فخورين بيكي جدا جدا يا ميار، المستقبل افضل ليكي يا رب باذن الله. مكسب حقيقي النهارده، الروح القتاليه اللي كنت بتلعبي عليها والاصرار على الفوز امام المصنفه الرابعه والاولى سابقا على العالم، اللي عملتيه النهارده ده درس لكل الرياضيين في جميع الالعاب، ازاي تقدر يكون عندك صبر واراده وتحدي عشان تمثل بلدك افضل تمثيل. طيب انا بينضم لي دلوقتي على الهاتف الكابتن اسماعيل الشافعي رئيس اتحاد التنس عشان يكلمنا اكتر على انجاز ميار شريف والمشاركه النهارده لاول مره في بطوله رولان جاروس والوصول لهذه الادوار بشكل كبير جدا، وهي ادوار بتتكلموا ان هي هتنقل نقله ثانيه للتصنيف بالنسبه للمرحله اللي جايه. كابتن اسماعيل مساء الخير على حضرتك. مساء الخير، اهلا بيك يا محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا عايزك تكلمنا على مشاركة أول لاعبة مصرية في هذا الدور تحديدا في بطولة رولان جاروس والإنجاز اللي اتحقق النهارده والمباراة اللي أديتها بشكل قوي وقدرت كمان تقتنص مجموعة في هذه المباراة من اللاعبة التشيكية. والله احنا كان عندنا أمل كبير في ميار من فترة، من وقت ما تأهلت للأولمبياد في المغرب السنة اللي فاتت، واحنا عاملين لها مساعدة ومساندة شديدة سواء من الاتحاد المصري للتنس أو اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب والرياضة، ومعمول لها برنامج هي ماشية عليه كويس. هي معظم الوقت قاعدة في إسبانيا في معسكر تدريب خاص بها، وليها المدرب الخاص بتاعها إسباني الجنسية، وعمل لها في الحقيقة شغل كويس قوي. دخلت على بطولة رولان جاروس وهي ترتيبها 170، ده كان بيأهلها انها تخش في الادوار التمهيديه بتاعت هذه البطوله. دخلت وكسبت 3 مباريات كويسين قوي، بالذات المباراه الثانيه كانت تلعب ضد لعيبه افريقيه اسمها ماكنالي، ترتيبها 120، فقدرت ان هي تقدر تفوز عليها وتروح للدور الاخير في التاهيل ضد لعيبه ايطاليه ترتيبها برضو متقدم عليها 150، وقدرت تفوز عليها وتخش للدور الرئيسي. المستوى الفني وصلت ليه ازاي يا كابتن اسماعيل؟ المستوى الفني يعني ميار عندها موهبه عاليه جدا، عندها اصرار شديد على انها تبقى لاعبه مصنفه من ابطال العالم، فالموهبه وهذا الاصرار هم دولت الاسلحه بتاعتها الاساسيه وصلوها الى المستوى اللي وصلته. بل انا منتظر ان شاء الله على نهاية العام أن ترتيبها هيكون داخل المية الأوائل إن شاء الله. ممكن تلعب في البطولات الأربعة الكبرى الفترة الجاية بدون تصفيات بعد المستوى اللي وصلت له والتصنيف اللي ممكن الرانكينج الفترة الجاية يتغير؟ أكيد، أول بطولة من الأربعة الكبار هتكون في أستراليا في آخر شهر يناير. أنا بعتقد أن ترتيبها هيبقى يسمح لها تخش في الأدوار الرئيسية ومش هتحتاج تخش في الأدوار التمهيدية. ممكن يكون في منافسه قويه في اولمبياد طوكيو ان شاء الله بالنسبه لها، وتكون في امل في ميداليه لمصر في لعبه التنس ان شاء الله. يعني برضو مش عايز ان انا احط عليها عبء تقيل جدا. اوكي، قدامها لسه مرحله طويله. انا عايز اقول ايه، ان شاء الله الميداليه دي هتيجي في اولمبياد 2024 باذن الله. هتكون ميار بقت لعيبه مكتمله ونضجت كاملا سواء فنيا او استراتيجيا في اللعب، فهنقول ان احنا بننتظر منها تمثيل مشرف في طوكيو ان شاء الله،
وانا بعتقد انها على طوكيو هتكون في الخمسين الاوائل على العالم ان شاء الله باذن الله. كابتن اسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد التنس، بشكرك شكرا جزيلا.